السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى هذا الموعد الجديد من إضاءات ثقافية. قليلة هذه الورشات التي يلتقي فيها الكتاب الكبار مع الكتاب المبتدئين إن صح التعبير، قليلة لأن هؤلاء الكتاب الكبار كما لاحظنا في أعداد سابقة وكما يتحدث النقاد المهتمون بالشأن الثقافي يعيشون في أبراج عاجية بعيدا عن هؤلاء الذين يحتاجونهم بعدما شقوا طريقهم وتعلموا. يبدو أن التجربة التي حصلوها لا ينقلونها كما ينبغي للكتاب الجدد، وقد تحدثنا عن شيء من الأنانية عند الكتاب الكبار بحيث أنك لا تصادف مثلا كاتبا كبيرا مصطحبا لكاتب مبتدئ يقدمه للإعلام يقدمه للنقد ويقول هذا قلم واعد قادم. في هذا الإطار رأينا ورشة في قصر البخاري في الأيام القليلة الماضية، أردنا أن نثمنها وأن نتحدث عن الذين قاموا بها، نتحدث عنهم بشيء من الإكبار وشيء من التشجيع حتى تستمر هذه الورشات وهذه المحاولات من أجل نقل المعرفة داخل الإبداع الأدبي. اللقاء كان هو عبارة عن ورشة للكتابة الإبداعية من تنظيم جمعية الرفيق في قصر البخاري، وقد دعمتها مؤسسة المعهد الدولي للمعرفة، وكان صاحب التنشيط والروائي الكبير محمد برحلة. دكتور محمد أو الروائي محمد برحلة، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك أستاذ. أستاذ برحلة هو كاتب روائي معروف يكتب في الرواية باللغة العربية وباللغة الفرنسية، وقد أشاد به بإبداعه حتى الفرنسيون أنفسهم. محمد برحلة هذا المبدع الكبير نزل ذهب إلى المبدعين الشباب ونقل إليهم تجربته ومعارفه. يتساءل الكثير من الناس عن الورشة، ما معنى ورشة أدبية؟ لو سمحت قبل أن أتطرق إلى مسألة الورشة وجدول الورشة أتكلم كيفاش، يعني كيف جاءت الفكرة. هو من خلال اتصالتي بهذه الجمعية، جمعية الرفيق لمرض السرطان، وهي جمعية لولاية المدية مقرها الكائن بقصر البخاري، لاحظت الفارق الرهيب بين حاجيتها ومواردها. تسير ملف يتكون من 900 مريض مصاب بالسرطان. هذه الجمعية المتكونة من متطوعين جلهم نساء، هي بالفعل هي من يصنع الحدث وتبذل تضحي بالنفس والنفيس من أجل هؤلاء المرضى. وتارة لا تجد دعما ولا سندا ولا مؤازرة. من هنا تأثرا بما تعانيه قدمت لتلك الجمعية، قدمت فكرة تنظيم ورشة في الكتابة الإبداعية وبعض تقنيات الرواية دعما ومساندة للجمعية، أي تعود عائدتها إلى الجمعية. فنظمت الجمعية الورشة بالمادية وليس بقصر البخاري، بالمادية بدعم من مؤسسة المعهد الدولي للمعرفة، يعني أعطى المقر الذي أجريت به أعمال الورشة. هؤلاء من يصنعون حقيقة الحدث. أما أنا تواجدي في هذا الورشة فلا أرى في ذلك أمرا استثنائيا، فمنذ ممارستي للكتابة كنت أعتقد أن الكاتب يوجد حيث يوجد الألم والوجع، والكاتب هو من يحمل السؤال والجمال إلى الفضاء العام وليس فحسب،
بل يحمل هموم مواطنيه ويحمل أيضا أمالهم. أنا لا أؤمن بالكاتب الذي يعيش في برج عاجي، فعليه أن يتصل، فعليه أن يحمل هموم مواطنيه. إذن نظمت الجمعية الورشة، وكانت الورشة بالمادية وكانت لها مميزاتها. أنت هذا الوجع، هذا الألم، هذا الحزن الذي تحمله، وإن كنت قد أرجعت السؤال فيما بعد، أنت لم تستطع إلا أن تبدأ به لأهميته كما ترى. وكنت قد طرحت عليك سؤالا في البداية عن الورشة، وليكن الورشة، ما معنى ورشة وما أهميتها؟ السؤال هذا أقر لك أن مفهوم الورشة، ورشة الكتابة، يكتنفه كثير من الغموض ويحط به كثير من الالتباس. هناك من يرى أن لا جدوى في ورش الكتابة، أي الكتابة الإبداعية لا تعلم في الورش. وهناك من يرى أن الأدب شيء سامي ولا يأتيه كل من هب ودب. جمعية مغلقة؟ لا، وهذا خطأ. سمعتني. في الخارج في كثير من الدول أستاذ الأدب هو الذي يذهب إلى ورش الكتابة. جميل. هكذا. لأن في ورش الكتابة، وأسمع على المسمى، نتعلم الكتابة، نكتب، لا نعطي للمشاركين نمطا معينا في الكتابة ونقول لهم هذا الأدب. ثم الذي يجهله الكثير، إن للورش تاريخ قديم. هناك من يعيد هذا التاريخ حتى إلى عام 1873 في كاليدونيا الجديدة، حيث التقت لويز ميشيل، الوجه البارز للكومونة الفرنسية، مع أطفال المنفيين الجزائريين بعد ثورة المقراني. وهناك فتحت ورشا للكتابة كأداة تعليمية تسمح لهؤلاء المضطهدين، الشعب الكناك والجزائريين بالتعبير. إذن مسألة قديمة. ثم نلاحظ أن الورشة تظهر في لحظات الأزمات الاجتماعية، حيث يبحث الإنسان عن التعبير، حيث الإنسان يبحث عن الحرية، يبحث عن ذاته ويريد أن يعبر. بدأت في الستينيات، أو ظهر في الستينيات في الولايات المتحدة مع حرب فيتنام، مع ثورة السود، وكما تقول إحدى الكاتبات الفرنسية هي فيرجيني لو، جاءت إلى فرنسا في قوارب الاحتجاج، تقصد بذلك ماي 68. إذن الأصل في الكتابة الإبداعية، في ورش الكتابة، ليس بناء الكاتب، بل بناء الإنسان، الإنسان الذي يفكر، والإنسان الذي له خلفية، له نظرة للعالم، والذي يكتب. وشعار الورشة التي نظمت بالمادية كان أنا أكتب، إذن أنا موجود. طبيعة الحال هناك من يرى أن لا فائدة فيها، وهذا الأمر، هذا التفكير قد ولى. هذا التفكير كان يعود إلى واحد النقطة تشكل اختلاف ما بين النظرة الأمريكية والنظرة الأوروبية. ورش الكتابة في الولايات المتحدة تدمج داخل كليات الأدب، والروائيون موجودون داخل كلية الأدب وينظمون الورش داخل الكتل الأدب، بينما في فرنسا وبعض الدول الأوروبية كان ينظر للأدب على أنه موهبة محضة، ولذلك لا يتعلم. ولذلك فيه من يقول أن الورشة لا تعلم، وهذا يستحيل أبدا،
الآن هذا الفكر ولا، واليوم أصبحت حتى الورش في بلدان أوروبية تدمج مع البعد السياحي، دورة مغلقة خارج يعني، وين ربما في مكان في الريف إلى آخره، والناس يتكلمون ويتنفسون أدبا. محمد، الذين ينطلقون من هذه الفكرة التي تقول إن الأدب لا يعلم، لا يعلم الآخرين، ينطلقون من فكرة أن الأسلوب هو الإنسان، وإن الأساليب بعدد أنفاس الخلائق، فكل له أسلوبه الخاص. ولكن نحن في الجزائر لا نجد ناقلة تجربة خاصة ولتكن علمها لآخر. وكما قلت في البداية، لا يوجد كاتب يتبنى أديبا، كاتبا كبيرا يتبنى أديبا صغيرا مبتدئا قادما ويقول للإعلام هذا قادم اهتموا به. لماذا هذه الأنانية؟ تسليط الحياة وتسخيرها كلها حول ذاته والسلام، وكأن الكتابة مرتبطة بفلان فقط. الأمر يعود إلى خلفية. أنا شخصيا أتحرج من كلمة مبدع، كأنه يصنع فيصلا أو فارقا أو تمييزا بين الذي يكتب وبين الذي لا يكتب. أبدا، أنا أنتج برودكتور في مجال الفكري، كما آخر ينتج في مكان آخر. هذا التمييز زيف، ولكن هي عقليات وذهنيات يصعب التغيير نتاعها. أنا أقول لك أكثر من ذلك، هناك من يعتقد أن الأديب هو رسول ما بعد الرسالات، بل أنا شخصيا أعتقد أن هذا الأديب في كثير من الأحيان هو يمثل الذكاء بالصدفة بينما الغباء جوهره. جميل، هذه ربما تحتاج العدد آخر حتى نبحث في ماهية الأديب وعلاقته بالإبداع. يصيب ويخطئ، تصيب كاتب يتكلم أولا، وذي الذي تعلمناه وتكلمنا عنه خلال الورشة، أنا أديب أن أكتب سردا. تعلمنا مفهوم الكتابة الإبداعية. أيوة. حتى نحد نقلص من تضخم الأنا، من الإفراط في النرجسية. أنت لا تكتب علما، وأنت إذن لا تدعو إلى تمثل العقول، هي نظرتك، هي مشاعرك. كتابة إبداعية هي ليست كتابة وظيفية. ومن ثم يا من تريد أن تكتب، فعليك أن تتجنب الأسلوب التقريري والمباشر. هذه أبجديات أبجدية الكتابة. ولذلك بدأنا في هذا الورشة بمفهوم الكتابة الإبداعية. طيب، حدثني عن الذين حضروا هذا الندوة. يفترض أن يكونوا كتابا. الأغلبية نساء، عدد قليل. هو الحقيقة الورشة هي ثقافة بالنهاية. الورشة هذا لأمور أخرى ما يطول شرحها. عدد الورش ما بين 8 و15 فرد. لماذا؟ لماذا؟ لأن في الورشة كما تسمى نمارس الكتابة. الورشة ليست مكان نتكلم فيها الأمور النظرية، هذه الوضعية الأولية وهذا الحدث المربك وهذا، لا. هو أنا حضرت ورشات أكثرها نظري، لا يوجد كتابة وتصحيح في هذه الورشة تكلمنا عن الكتابة، كانت نماذج من الكتابة. تكلمنا عن الكتابة بالحواس. أيوة. هكذا.
أي بالحواس، أي أن يستعمل الكاتب حواسه عندما يكتب. ها؟ تكلمنا عن الكتابة انطلاقا من التيمة ثم من القالب الفني، والذي توصلنا إليه أننا صغنا سيناريو انطلاقا من تيمة. مثلا قالت التيمة في الرواية عزوف القارئ، وفي المسرح عزوف الجمهور. كيفاش كنا نتعاملوا؟ كنا نتعاملوا في جو حميمي، ما فيش تنقيط، في جو يسده التعاون والتبادل، ونتمتع بالكتابة. كلمة المتعة كانت سائدة، هكذا. حتى النقد ما فيش نقد كحاجز أمني، لا، كانت فيه تعاون كبير، جو حميمي. إذن أعطي مثال، يعني ربما كانت خلاصته. من بعد الورشة تلقيت كتابات من طرف المشاركين، أحد كتب، وهذا الشيء خلاني نفكر باللي الورشة حققت بعض أهدافها. أحد كتب قال: كنت أظن الكتابة ربطة عنق، فإذا الذي لا يعرف ما تتطلب فهي حبل مشنقة. وكتبت مشاركة قالت: بعد الورشة أشعر بظمأ شديد، أي برغبة للكتابة. هذا بفضلك، يعني فتحت شهية، وهذا الذي كنا نريده. أنا لم أقدم إلى هؤلاء، وهذا يفعل في بعض الورش، أقدم لهم طريقة، مثلا نمط من بنية سردية أو بنية مسرحية، ونقول لهم هذا هو الأدب وهذا المسرح. أبدا، أتي إلى 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 ورشة ونقدم لهم المسرح، مثلا المسرح الملحمي، وقال هذا هو المسرح. لا، هذا جزء من المسرح. أنا أعطيت لهم فكرة. أنا في الورشة هذه ركزت على الخلفية، على النظرة للعالم. الأدب أو حتى الشعر يرتبط بالخلفية، أي بالنظرة للعالم. هذه النظرة للعالم تتضمن موقفا جماليا، موقفا فلسفيا، موقفا من اللغة، لأن هناك مفارقة كبيرة بين الأديب الذي يريد تحقيق فرادته وما بين اللغة اللي هي اتفاقية كونفنسيونيل، ثم ما بين الأديب وما بين الأدب، نظرة إلى الأدب. تقول لي كيف ذلك؟ من خلال التفكير في القواعد. عندي قواعد أكتب مثلا في الرواية الواقعية، وأكتب في المسرح الكلاسيكي، عندي قواعد الواحد الثالث كذا. أحببت أن المشارك يفكر في هذه القواعد، لا يعتقدها أن هي الأدب ويتوقف، لا، هي سيرورة. هل هذه هي القواعد؟ هل هي متعالية؟ هل هي محايثة؟ هل هي ضرورية؟ هل هي ممكنة؟ ثم يكتب مثلا تكلمنا عن الحبكة، قلنا الحبكة موجودة، ولكن في الرواية الجديدة ليس هناك حبكة. إذن كان كثرتها نطرح أسئلة، ولذلك في بداية النهار الأول قلت لهم هذا المكان ليس مكان دجل ولا شعوذة. أنا لا أقول لكم أنكم ستخرجون منا كتابا، ولكن تخرجون منا محبطين، فروستري، باش كي تخرج برا تتساءل، ها؟ واش كنت نشوف؟ تطرح أسئلة على نفسك، وتعرف المكان نتاعكم، وكي تكتب تكتب كإنسان، وعندك خلفية للعالم، ثم بالدرجة عن بحرك. أنا عندي الآن محاور الورشة، أهمية الكتابة، هذه نقطة تحدثت عنها، وطبيعي أن نبدأ بأهمية الكتابة. الكتابة الإبداعية فن يتمثل في تعبير عن ذاته، يشترط صفات معينة، يقتضي أداة اللغة، يتطلب مهارات. وتحدثت عن الصفات التي تشترطها الكتابة الإبداعية في الكاتب، وكنت تتحدث عن هذا، القراءة
المطالعة وكذا، المراقبة، الصدق، الجرأة، الشغف، القدرة، وتحدث عن بعض تقنيات الرواية، كنت تحدث عن الحبكة، تحدثت عن مكان تجلي الحدث، المعالجة، وتحدثت عن السرد كتقنية، عن أنواع الرواة والتبئير وصوت السارد، وتحدثت أيضا عن الحكي، أسلوب الحكي. تركيزك وأنت في الجزائر وتقرأ الرواية الجزائرية وتعرف بين قوسين النقائص، قد أجازف بكلمة النقائص في الكتابات الروائية الجزائرية ربما، هل فيه تركيز على جوانب معينة؟ مثلا أنا كقارئ بسيط ألاحظ أن الرواية الجزائرية تفتقد إلى الوصف الخارجي، كلها استبطان وتحدث عن تأثيث الذات من الداخل ولكن الوصف الخارجي. مثلا هذا رأيي، قد أكون خاطئا، ولكن أنت هل ركزت على أمور معينة تراها نقيصة بين قوسين؟ ركزت على أمور حتى يكون النص دسما، ركزت على القراءة، مثلا في موصفة القارئ الكاتب، تصف، تعطي أسماء لكتاب معينة تقول قرأوهم هؤلاء الذين يؤسسون الكتاب الجدد، طريقة الكتابة. تكلمنا في ذلك مثلا، يعني كاين هذا خاضع لاختيارك يعني بالنهاية. أنا وزعت لهم في الاختيار، رحنا حتى نخرجنا حتى من الأدب، تكلمنا على الفنون التشكيلية، تكلمنا على السينما، تكلمنا على لما تكلمنا عن المعالجة، تكلمنا على السينما، كيف نحكم نص، كيف نحكم، ونبقى أتي أرى الفكرة القديمة من زاوية جديدة. تكلمت عن القراءة وقلت يعني كلمة معروفة يعني بديهية، قال الكاتب الجيد قارئ جيد. إذن كيفاش نقرأ؟ قلت إذا كان البعض يتكلم عن القراءة السريعة، أنتم هنا لتتعلموا الكتاب القراءة البطيئة، لتقرأوا مثل كاتب. لما تقرأ واش تقرا لداخل في الفيلم، تشوف تحلل النص، تشوف الحبكات، تشوف البنيه، تشوف الشخصيات كيف بنيت الى اخره. جميل هذه كلها. اذا كيف تقرا مثل كاتب؟ في الدراسات الحديثه مشاكل كبيره، مثلا في التنميه البشريه، فطور ريدين، كيف يمكنك ان تقرا كتاب في كم ساعه، وهذه الامور، ومع ثقافه وسائل التواصل الاجتماعي اصبح الانسان قلق. احنا نتمتع بالكتابه، نتمتع، ما عندناش هدف نقرا سريعه، القراءه السريعه باش نقول انا قريت شحال، لا 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 لا، مسألة وجدانية، انا نقرا لنفسي، ونقرا ليس للجري وراء الجوائز ولا للشهرة، وربما لا أنشر، ولكن أقرأ لأن هذا ليست مسألة طرف، وإنما اقتضاء حيوي. كما قلت أنا أكتب، إذن أنا موجود، هكذا. إذن تقرأ وتمتع، بروني بليزير، تمتع كي تكتب. كاين امور قراءات، الطرق تاع كتابه اللي توصلنا ليها، كما قلت تكتب، اكتب بحواسك، تشم، تشوف، كذا الى اخره، اكتب بالالقاء. وذكرت الطريقه اللي كان يستعملها فلوبير، لما يكتب نص يروح في واحد المكان كان يقولوا له الجولوار، يجي يبدا يصرخ، يحب يسمع الايقاع تاع الكلام نتاعو. مش غير هكذا تعيش انت. حتى قلت ان الكتابه نوع من الطقس. تروح تماتني كنت تكلمت على المسائل تاع الصوفيه، انت في حاله ماتني تاع حاله انخطاف صوفي، تكتب راك في عالم واحد اخر الى اخره. اذا انسى الجوائز، انسى الشهره، ولكن تكون عندك خلفيه، لان الخلفيه اللي تخليك تبني. الخلفيه الفلانيه هي اللي خلت تبني الروايه الكلاسيكيه، لما كان العالم واضح، لما صبحت الانساق الاجتماعيه متشظيه، اعطتنا الروايه الجديده بتشظي السرد وكسر الخط الزمني الى اخره. ولكن بدون خلفيه ما كانش، بدون قراءه ما كانش.
هذا الذي أردت أن أقول له. محمد بورحلال، كنا سعداء جدا، كنا نتمنى أن يكون وقتنا يتسع أكثر. أنت صاحب تجربة وخبرة واطلاع حقيقي، صراحة أنا أعرفك معرفة شخصية، اطلاع حقيقي على الأداب والفلسفة والفنون في الغرب. شكرا. وتكتب باللغة الفرنسية بإتقان وتكتب باللغة العربية، أنت لا تدعي الكتابة بالفرنسية وتكتب فقط، أنت تكتب بإتقان ويشهد لك الفرنسيون أنفسهم. شكرا لك، نتمنى أن نلتقيك في فرصة أخرى إن شاء الله. وأنتم مشاهدي الكرام، شكرا لكم على المتابعة، نلتقي بعد أسبوع إن شاء الله، إلى اللقاء.